يحظى القطاع الرياضي في مملكة البحرين بالدعم والرعاية، مما عزز قدرة المنتخبات الوطنية على تحقيق الانتصارات واعتلاء منصات التتويج. أبطال وبطلات مملكة البحرين حققوا نتائج مشرفة وأظهروا مستويات مميزة ليرفعوا راية الوطن في مختلف المحافل الرياضية. تتبدل السنوات، يزداد عمر الشخص يوما بعد يوم، لكن تبقى إنجازات أبطال البحرين حاضرة. كيف لا ودعم مستمر من رجال الرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، معهم لا سقف ولا طموح يقف أمام التحديات والإنجازات. عهدنا في عامنا المنصرم على استقبالات كثيرة لإنجاز أحمر، تعددت المحافل وبقى العالم واحد. في ميادين العدو وأم الألعاب حققنا الكثير وتزعمنا بطولات آسيوية وعالمية، وفي كرتنا الصغيرة الكبيرة بعطاءاتها وإنجازاتها على مستوى المنتخبات والأندية، ذهب فضة وإنجاز. أما السلة فكان لفخر العاصمة المنامة إنجاز آسيوي مشهود بعطاء بحريني، وفي الألعاب الفردية لم تتوقف الطموحات حتى حقق لاعبونا الكثير والكثير. إن كان لهذه الإنجازات عنوان، فقائد فذ ملهم زرع الحصاد في قلوبهم قبل خوض غمار أي بطولة بدعم لا محدود. لم ولن تتوقف الإنجازات البحرينية، فعلى صعيد الاستضافات نرى العالم في بطولات متعددة. هنا بمملكة الحب على الدوام بدأت فورمولا 1 الشرق الأوسط، وستحتضن مملكتنا دورة الألعاب المدرسية العالمية في العام القادم. جهد استمر بعطاء أبناء البحرين المخلصين في التنظيم والإعداد والاستعداد لاستقبال أكبر وفد مدرسي. أبناء البحرين ينثرون الإبداع والعطاء والإنجاز في كل الميادين، كيف لا وهم أبناء بوسلمان.